معانا ام يوسف من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام يوسف، اتفضلي. ازيك يا فضيله الشيخ، عامل ايه؟ نعم الحمد لله. يا فضيله الشيخ معلش انا عايزه اسال حضرتك سؤال ويا ريت تفيدني فيه بالله عليك. يلا توكلنا على الله. احنا جوزي حصلت له يعني مشكله وكده وفي مبلغ من المال وما كانش قدامنا ان هو ياخد قرض. طيب يعني هو دلوقتي حصلت له مشكله، اتسرقت منه فلوس او خسر فلوس فبقت عليه ديون، فلازم فاخد قرض عشان الناس ما تطلبوش او ترفع الشيكات اللي عليه. ايوه او ترفع الشيكات اللي عليه للمحكمه او حاجه زي كده، صح كده؟ ايوه بالظبط، او بالظبط كده. وكان مبلغ قليل جدا يعني هو ما يتعداش ال 10,000 جنيه. سؤالك فين بقى سؤالك فين يا موسى؟ بس يا فضيله الشيخ، ايوه بس يا فضيله الشيخ، من ساعه ما خدنا القرض ده واحنا استغفر الله العظيم يا رب زي ما يكون داخل على بيتي بالخراب. هو الكلام ده مشاكل بقى الدنيا، مشاكل الدنيا كلها محطوطه عندي في البيت، شغال شغلانتين مفيش بركه في الفلوس. لا هو كل الحكايه ام يوسف المساله مالهاش دعوه بالفلوس دي، لان انتوا لو خدتوا فلوس عشان حاجه، احنا عندنا الحاجه تنزل منزله الضروره. الحاجه اللي هي الشديده، اللي هي ايه الحاجه الشديده؟ اللي حياتنا مش هتنفع تستقر بيها. يعني طول ما الحاجة دي موجودة معانا، طول ما المطالبات ده بيشد مننا وده بيشد من هنا وده بيضغط علينا وده ما عرفش ايه وده بيلاحقنا وحياتنا مش قادرة تستقر، ده دي اسمها حاجة. حاجة تنزل منزلة الضرورة في ايه؟ في إباحة المحظور ان احنا ناخد هذا القرض. فأخذكم لهذا القرض عشان سداد الديون اللي ضغط عليكم واللي الناس بيضغطوا عليكم واللي احتمال بعد الشر جوزك يعرض فيها للحبس، لا هيكون جائز. طيب امال ايه اللي حصل لكم بقى؟ ايه اللي حصل لكم؟ اللي حصل لكم ده ان انتوا لما حصلت لكم الشده دي اتلخبط برنامج حياتكم، اتلخبطت حياتكم، وانتوا لازم تروحوا لحد يخليكم تعيدوا مره تانيه الثقه ببعض وتعيدوا حياتكم للطريقه الصحيحه، لان هذه اللخبطه والضيق، في بعض الناس ما بيقدروش يتحملوا الضيق فانفسهم بالضيق فما يقدروش يعيشوا بشكل صحيح. فانتوا محتاجين تسالوا خبير وان شاء الله سبحانه وتعالى يشرح صدوركم ويصلح حالكم إن شاء الله.